عليكم. اليوم 11 مارس 2023. الفيديو ديال اليوم غادي نشوف معكم هاد الشجره ديال المزاح ونتقاسم معكم هاد الصنف ديال المزاح، تشوف كيفاش داير الشكل ديالو واللون ديالو، رغم ان راه الطيور ما خداوش. غادي نهز شي وحدين طايحين هنا في الارض، ها هما ما كيخليوهمش نهائيا الطيور انهم يطيبوا. واحدة اخرى في الارض نحاول نتحن عليها ومنطون نجي هنا ونوريكم هاد الصنف. ها هو لاحظوا معايا صنف جميل في الحقيقة. انا غادي يبان لكم ان الطويرات بداو فيهم هاد الصباح. هذا راه جيت كنت داير على انني غادي ناخذ نحيد وحده، كانت قربت تنضج. ايوا لقيت الطيور، لقيتهم كاملين مجموعين عليهم. ايوا ما خلاوش ليا هذيك اللي نجات. لاحظوا معايا ما شاء الله شجر المزاح عندي معاه واحد الاسطوار كبيرة، واحد التاريخ. هذه أول شجرة اللي غرست هنا في الأرض ديالي، هي هذه أول شجرة غرست في الأرض ديالي، هي هاد الشجرة ديال المزاح، هي هذه اللي غرست في هاد القنت هذا. على العموم الحمد لله يعني راه ممتازة. كاينة هذه كنعتقد أنه صنف مختلف، لكن راه ما نضجاتش يعني ما دايرهاش شي حاجه، وكنعتقد كذلك انها هذه نبته من البذور، وهذه حتى هي نبته من البذور، لان راه ما كاينش التطعيم. لاحظوا معايا من التحت باش نتفهموا هذه القضيه ديال واش مطعمه ولا ما مطعماش. لاحظوا معايا من التحت هنا، لاحظوا معايا بان الفروع كلها جايه من الارض، كلها جايه من الارض، يعني هي شجره اللي هي الفروع ديالها كلهم جايين من الارض، ما مطعمه ما حتى شي حاجه، دونك راه من البذره. هذه شجره اللي هي مثمرة ومن البذرة، ماشي من يعني ماشي من مطعمة. ربما الجودة ديالها تقدر تكون يعني ماشي جودة اللي هي ممتازة، لكن راه يكون كانت لقات التسميد يعني ولقات العناية اللي خصها تكون، فأكيد أن الحبات غادي يكونوا ممتازين وغادي يكونوا جد جيدين. الشكل ديالها بعدا، المهم الشكل ديالها ممتاز، الشكل ديالها زوين. ها انتم لاحظوا معايا مثلا، غنشوفوا غير هذه، شوفوا هادو، شوفوا الحجم، ويكون كان التسميد راه يكون الحجم اكبر. هو المهم بغيت نتقاسم معكم هذا الفيديو ديال شجر المزاح، في نفس الوقت نقول لكم بان راه رجعوا للفيديوهات القدامى، راه غادي نحط لكم الروابط ديالهم. سمعوا الطبير هذا هو يعني البلبل المغربي افركاد من الامازيغيه، راه دابا هذا كيعيط عليهم، دابا كيسمعني انا كاين هنا وكيعيط عليهم باش يجيو ياكلوا. على العموم اللي بغيت نقول لكم بان اللي بغى باش يشوف ها هو شتي، ها هو راه انا راه كاين هنا، ها هو راه انتم لاحظوا معايا، ها واش كيبان لكم ولا لا؟ راه كتبان ليه شي حبه نارجين، راه بغى يمشي ليهم. انا راه حداه، انا سكت باش نشوف واش غادي يغني ولا اش غيعيط. هو سمعتوه، ها هو راه كيبان لي. شوف راه بنت ليه حبه ناضجه، راه ما تسوقش ليا انا. يلا تحية لكم، السلام عليكم، الله يعاونكم.